كما أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إقامة فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي خلال الفترة من التاسع إلى الثامن عشر من مارس المقبل وذلك بمشاركة عدد كبير من كبريات الشركات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية وأوضحت رئيسة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات مي عسل أن المعرض يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليها الدولة للمعارض باعتبارها إحدى الركائز الأساسية الداعمة للاقتصاد القومي لافتة إلى أن المعرض يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية وتوفير منتجات ذات جودة مرتفعة بأسعار مناسبة بالإضافة إلى زيادة تنافسية المنتج المصري.